موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال ابن جرير يقول تعالى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع. وفي رواية عنه: كل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك. الرواية الأولى هي الصحيحة، أنه متفرق الأصابع ليس من المحرمات عليهم. قال قتادة في قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وكان يقال البعير والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. ذكرنا أن الحيتان هنا غريبة جدا، وأن الحيتان كانت حلالا لبني إسرائيل إلا صيد السبت. قال وفي رواية: البعير والنعامة، وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع. قال ابن جريج عن مجاهد: كل ذي ظفر، قال النعامة والبعير شقا شقا. قلت للقاسم ابن أبي بزة وحدثنيه: ما شقا شقا؟ قال: كل ما لم يفرج من قول البهائم، ودي مش صح، من قوائم البهائم. جزاكم الله خير. كل ما لم يفرج من قوائم البهائم. قال: ومن فرج أكلته اليهود. قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير. بهائم يعني الغنم والماعز، الضأن والماعز والبقر والجاموس، العصافير والدجاج. قال: فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه، ولا خف النعامة، ولا قائمة الوز. الوز عندك اللي هو الأوز، أو الاسم اللي قلناه امبارح كان اسمه ايه؟ الوز، الوزين. قال: فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، ولا تأكل حمار الوحش. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين.
وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه، وكذا قال ابن زيد، وقال قتادة الثرب، وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. قلنا اللي هو عندنا الطرب ده. نعم. وقال علي بن أبي طلحة لابن عباس إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما علق بالظهر من الشحوم. قال السدي أبو صالح الألية مما حملت ظهورهما، أو الإلية. لو حول عظم الحوض، الإلية دي حول عظم الحوض، هي في الإبل والبقر يعني ليست أقصد في البقر والجاموس ليست ضخمة، الإلية في الماعز معروف أنها متضخمة. وقول أو الحوايا، قال الإمام أبو جعفر بن جرير الحوايا جمع واحدها حوياء وحاوية وحوية، وهو ما تحوى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. قال ومعنى الكلام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا. وقال علي بن أبي حاد بن أبي طلحة بن عباس أو الحوايا وهي المبعر. قال مجاهد الحوايا المبعر والمربض، وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء، تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، أي وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. قال ابن جريج شحم الإلية اختلط بالعصعص فهو حلال. وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه. قال السدي. وقوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرنا، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله وإنا لصادقون، أي وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال ابن جرير وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم، لا كما زعموا أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه، والله أعلم. كلام ابن جرير في إنا لصادقون فيما أخبرناك به أقرب من قول ابن كثير إنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال عبد الله بن عباس بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود؟
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها يعني أذابوها، يعني إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. قال أخرجاه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس عن عمر به. وقال الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن، فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني توقد تستعمل كوقود. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. قد أجمع العلماء على تحريم بيع هذه الأربعة حتى ولو تضمن بعضها منفعة مباحة، فإن هذا البيع بيع حرام وباطل أيضا، أيضا باتفاق العلماء. فمن باع ميتة ولو لدبغ جلدها حرم عليه ذلك، مع أنه يجوز دبغ جلد الميتة والانتفاع به، لكن لا يجوز بيعها لأجل سلخها والانتفاع بجلدها. المحرم هو البيع، وأما الانتفاع بوجه مباح كدبغ الجلد أو الاستصباح بالشحوم فجائز من غير بيع. ومن أهل العلم من قال لا هو حرام، يعني الاستصباح ودهن السفن ونحو ذلك مما ينتفع به الميتة، فقالوا أن هذا حرام وليس بظاهر، لأن لا هو حرام هو السياق كان في البيع، وكأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان من منفعة مباحة فإنه يعني يريدون إجازة بيعها لهذه المنفعة المباحة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالكلية سدا لذريعة إمساك المحرمات، وحذرا من أن بقاءها يؤدي إلى استعمالها في الحرام. ولذلك بيع الخمر لإحراقها هو نفس بيع الشحوم للاستصباح بها، يعني السبرتو اللي بيشتروه عشان يولعوه، والكحول اللي بيستعملوه في الإراقة على الأيدي والأدوات لما يسمونه تطهيرا وهو تنجيس، وإن كان منعا لوجود البكتيريا، فإن هذا وإن قلنا بجوازه عملا لم يجز البيع ولو لذلك. البيع محرم على جميع الأحوال وباطل، وكذا بيع المخدرات فإنها محرمة وبيعها باطل، وثمنها لم ينتقل من البائع من المشتري إلى البائع، ما
بل كل واحد على ملكه، ويجب إتلافها، ولا يجوز استعمال المال المتحصل من الخمر والمخدرات. ومثل ذلك كل إجارة محرمة لتحريم المنفعة. قال نقول: والخنزير لا يجوز بيعه بحال، لا ليهودي ولا لنصراني ولا لمشرك، لا يجوز لمسلم أن يبيع الخنزير ولا أن يقبله في جزية أو خراج أو ضريبة، بل هم الذين تولوا بيع ذلك ويعطون من الثمن من ذمتهم لا من عين ثمن الخنزير. وأما الأصنام فهي التماثيل، وهذا ولو كان لتكسيرها، لا يجوز بيعها على حالها ولو كان المشتري يريدها حجارة. وهذا ليس يعني معروف في الواقع، بل الذي يشتري التماثيل إنما يريد أن إما أن يعبدها كما كان المشركون يفعلون، وإما أن يتزين بها، يزين بها المجالس ونحو ذلك، والافتخار بالآثار القديمة، وأن هذا التمثال من عمر 1000 سنة وأكثر، أو 5000 سنة أو نحو ذلك. فبيع الآثار المصورة التماثيل محرم بالإجماع، وثمنها حرام، وهي تجارة رائدة في الدنيا بائرة يوم القيامة، خصوصا مع تعظيم الغرب لهذه الآثار واعتبار إمكانية صناعة التماثيل لدى الفراعنة علامة على الحضارة، وهي عندنا علامة على انحراف الفطرة. ولقد كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أوثان وأصنام وأشكال أثرية، فقد كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانت تعبد في قبائل العرب. وكان أصل ذلك أن عمرو بن لحي حفر ساحل البحر كما أوحى الشيطان إليه في المنام، أن ائت ساحل جدة تجد أصناما معدة، فحفر فوجد. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك كله، وأبطل عبادتها وبيعها والتجارة فيها، وأمر بإزالتها. فلذلك قلنا أن هذه الأصناف الأربعة ولو بيعت لمصلحة مباحة لا يحل البيع، أما الاستعمال فالصحيح جوازه، بمعنى أنه لو وجدت صور وتماثيل يجعلها حجارة يكسرها حتى تصبح أحجارا، فإن ذلك لا يجوز بيعها وهي تماثيل حتى يجعلها حجارة أولا ويكسرها ثم يبيعها حجارة بلا اشتراط التماثيل، أو أنها كانت تماثيل أو نحو ذلك. قال ابن كثير بعد أن ذكر أن الحديث الماضي إن الله حرم، أن رواه رسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، أنه رواه البخاري ومسلم، وروى ابن وردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاعدا خلف المقام فرفع بصره إلى السماء فقال: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها.
إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر أو الحجر، لأن ده المتوافق مع الرواية اللي قبلها اللي هو كان خلف المقام، قال: فنظر إلى السماء فضحك، ثم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ورواه أبو داود عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض نعوده، فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدني، فكشف عن وجهه وقال: لعن الله اليهود، يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها. وفي رواية: حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.